شهر بدال رهوين طوف البيت أحرمتي ولا بيت أحرمتي ولا بيت ولا عيد. أيوة ضبط حالك للحجة. هواي والباص الثالث نحن في اليوم الأول لمغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة. منذ اللحظات الأولى أنهينا كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الحجاج إن شاء الله. نحن لدينا ثلاث رحلات هذا اليوم بواقع 266 حاجة لكل رحلة بواقع 800 حاجة على مدار اليوم. نتمنى أن يتم الإجراءات بسلاسة وبسهولة في الجانب المصري لمغادرة الحجاج إلى مطار القاهرة إن شاء الله بكل يسر. نحن في إدارة معبر رفح قدمنا كل الإجراءات اللازمة لحجيج بيت الله الحرام، وأيضا سهلنا الإجراءات لكل من سعى لخدمة الحجاج من جمعيات ومؤسسات وجمعيات أهلية، وبالتالي نحن جميعا كلنا في خدمة حجيج بيت الله الحرام. الله يشعورنا كويس الحمد لله، واحنا منيتنا ان نقضي المناسك الحج ونروح بالسلامه، وهذا احنا بنستناها مدى طويل انها 9 سنين.